تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 736 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 885 طنًا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 107 أطنان. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 637 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 141 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية، من بينها 258 قضية خبز ناقص الوزن و169 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.